أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج محققون. وفقا للأمم المتحدة، أسفر الصراع في دارفور عن مقتل 100,000 شخص وعن تشريد 2,000,000. انتهت الحرب في هذا الإقليم، إلا أن الأمن والسلام لم يتحققا بعد. قتل المدنيين مستمر وأعمال السطو والاغتصاب لا تتوقف. الميليشيات العربية والمعروفة باسم الجنجويد أو الرجال المسلحون الذين يمتطون الخيول والجمال بالإضافة إلى عصابات أخرى مستمرون في إرهاب الشعب الأعزل. ربما هناك وسيلة أخرى لفض النزاع، ربما يضع الحوار على الطريقة العربية بين شيوخ القبائل، يضع حدا لأعمال العنف في الوقت الذي لم تنجح فيه الحكومات والأنظمة الدولية بعد في إرساء الأمن والاستقرار. فالجنجويد هم أيضا سكان عاديون يتسوقون ويجولون في أنحاء القرى مدججون بالأسلحة، ربما يحتاجون هم أيضا للحماية. صراع معقد ومتشعب، هل هو نزاع قبائل أم صراع سياسي أم تطهير عرقي أم مزيج من كل ما سبق؟ في الوقت الذي تقوم فيه الأطراف المختلفة بتحليل أسباب الصراع وأبعاده في محاولة لإنهاء الأزمة بشكل كامل، تنتشر قوات تابعة للاتحاد الأفريقي، هي القوات الوحيدة المسموح لها بالانتشار في هذه المنطقة. تابعت كاميرا فرانس 24 يوما في حياة أحد أفراد قوات الاتحاد الأفريقي. ذهبت سوفي كلودي وفيرجيني إيرتس إلى بلدة كاتوم شمال دارفور وعادتا بالتقرير التالي. نحن في بلدة كتوم الواقعة في شمال دارفور، منطقة غير مستقرة على الرغم من انتهاء الحرب فيها. المذابح التي تقترف بشكل مستمر ضد المدنيين أفسحت المجال أمام أعمال سطو واغتصاب. الميليشيات العربية المعروفة باسم الجنجويد بالإضافة إلى عصابات أخرى تستمر في إرهاب الشعوب المحلية. هنا كما هو الوضع في باقي إقليم دارفور، قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام هي القوات الدولية الوحيدة التي يتسنى لها التواجد. يبلغ عدد العسكريين في منطقة كتوم 440 جنديا، معظمهم من جنوب إفريقيا. كثيرا ما تجد المنظمة صعوبة في جعل الأطراف تحترم وقف إطلاق النار. مهمة القوات تتلخص في مجرد التواجد. ذاك اليوم تتوجه دورية عسكرية مزودة بالمدرعات إلى سوق كتوم، وعلى رأسها العقيد ستيفان فان ميل من جمهورية جنوب إفريقيا. أنا هنا للمراقبة، لسماع الشكاوى. أرى إذا كان هناك رجال مسلحون في السوق أو مناوشات تحدث. إلا أن رؤية رجال مسلحين يتجولون في السوق يبدو أمراً عادياً، والبعض يرتدي زي الجيش السوداني. يأتون إلى هنا ويضربون الناس. حالياً ما حصل حاجة. هنا لا، ولكن أحياناً تحدث أشياء. مين؟ الجنجويد. وما في حد يعني بيحكي معه؟ لا. ليه؟ لأنهم مع الحكومة. إنهم الجنجويد يتوجهون إلى الشرق. رأينا رجال يمتطون جمالا وخيولا، النساء قلنا لنا إنهم الجنجويد. أعتقد أنهم يأتون إلى السوق من أجل شراء ما يحتاجون، وطالما أنهم لم يتحرشوا بأحد فيعتبرون مواطنين مثل الآخرين. هل كانوا مسلحين؟ نعم، هم مسلحون لأنهم يقطعون مسافات طويلة بالجمال وبالخيول، ويقولون أن الأسلحة هي للدفاع وليست للهجوم. إلا أن الاعتداءات تتكرر يوميا في شوارع دارفور، المترجم التابع للاتحاد الأفريقي قلق. هناك سيارة مجهولة تتبعنا. هناك جنود داخل السيارة، ولكن لا أعرف من هم. قرر العقيد فانيل التوقف. السلام عليكم. كيف الحال؟ هل تتذكرونني؟ على متن الشاحنة يوجد زعيم معسكر من عرب الجوار، يطلق عليهم اسم دامرات، ومن بين الركاب يوجد أيضا رجال مسلحون لا يبدو أنهم يتبعون للجيش الرسمي. لا. هذا من إيه؟ هذا في زمان الحوادث. من زمان حوادث. رصاصات. هاي رصاصات. وغدرتك من الجيش. شكرا. غدرتك من الجيش عسكري؟ ان شاء الله. سوف اتي قريبا لزيارتكم. هل هؤلاء هم الجنجويد؟ افضل ان اسميهم الميليشيات العربيه،
هم من منطقة دامارات، يمكن التعرف عليهم من خلال بعض التفاصيل مثل العمامة على الرأس والأسلحة التي يحملونها. وردتنا تقارير عنهم تذكر أنهم يدخلون القرى الإفريقية ويطلقون النيران بطريقة عشوائية. النساء يعتبرن الفريسة السهلة والمفضلة، هن يسرن لمسافات طويلة من أجل جمع الحطب والتسوق. إنهن يتعرضن للتحرش عندما يعدن من السوق. تتعرض لهن الميليشيات العربية أو الجنجويد، وبعضهن يتعرض للاغتصاب أو السرقة. إلا أن نزع سلاح الميليشيات ليس من صلاحيات الاتحاد الإفريقي، كل ما تستطيع القوات القيام به من أجل حماية النساء هو مرافقتهن. إذا ما في حماية على الطريق يعني بيصير مشاكل؟ بيصير مشاكل. نحن نتجه إلى كساب مخيم اللاجئين، معظمهم قادمون من فرز القبيلة الرئيسية في دارفور، فروا من أرضهم من جراء الصراع بين المتمردين الأفارقة والميليشيات العربية. 500 لاجئ جديد وصلوا إلى هنا في نوفمبر تشرين الثاني بعد القصف والغارات على القرية. هل سيعود هؤلاء يوما ما إلى قراهم؟ إنهم لا يريدون مغادرة هذا المكان قبل أن يسود الأمن في هذه القرى. تتجول قوات الاتحاد الإفريقي عدة مرات أسبوعيا في منطقة كساب للتأكد من استتباب الأمن. اليوم يطرح اللاجئين على الاتحاد الإفريقي مسألة تنظيم دوريات أثناء الليل. أيوة الليل لا ما في حماية يعني حاجة. ما في حد يعني بيجوا بيحمل. أثناء الليل يأتي اللصوص ويقتلون الناس. بعض السكان يشكون في قدرة الاتحاد الإفريقي على حماية المدنيين. عندما نبلغ بحدوث شيء ما داخل المخيم تأتي القوات وتدون ما نقوله فقط. خلاص حاجة انتهت. قبل الدخول إلى المخيم يجب المرور بنقطة تفتيش للشرطة السودانية. اسأله عن الأوضاع الأمنية في المخيم. والله المعسكر أوضاع أمنية تماماً يعني ما في مشكلة، 24 ساعة دي ما في حاجة. الاتحاد الأفريقي نحن إياهم عمل كواحد. هم بيجوا أن إحنا بنلف معاهم، هم بلفوا، إذا في أي معلومة في هنا بيجوا بياخذوها عندنا، إذا في حارس قلنا لهم يا جماعة في جنب جويد مثلا تلو في حاجة تلو بهنا بيجوا بحصلونا. من المفاجئ أن يتحدث هذا الشرطي عن الجنجويد، عاددا تنفي الحكومة السودانية وجودهم. في كتوم كما هو الحال في قواعد أخرى تابعة للاتحاد الأفريقي تتعاون الحكومة مع المنظمة ومع مجموعة من المتمردين السابقين، المجموعة الوحيدة التي وقعت على اتفاق السلام في أيار مايو عام 2006. في هذه الصور نراهم يجتمعون لبحث الخطط الأمنية. سرقت سيارة تابعة للشرطة المدنية في زمزم بواسطة رجال مسلحين أمس عند الساعة الواحدة. هذا المتمرد السابق لا يخفي خيبة أمله إزاء عدم قدرة الاتحاد الإفريقي على إرساء الأمن. الاتحاد الإفريقي الفهم بتاع الاتحاد الإفريقي ذاته ما فهم بودي على حل المسألة بتاع دارفور. حل المسألة دارفور مسألة سياسية مؤقتة، مسألة كبيرة، مسألة عالمية. لكن المفهوم بتاع الاتحاد الإفريقي ماسك المسألة مسألة بسيطة بالبساطة شديد جدا، والاتحاد الأفريقي ليس لها إمكانيات على أساس أنه يقوم يسعى لحل المشكلة. توجهنا إلى كاسا، قرية أفريقية تقع على بعد 3 ساعات من قاعدة تابعة للاتحاد الأفريقي. العقيد فانيل ورجاله أتوا للتحقيق في جريمة اغتصاب جاءهم نبأ عن طريق أحد المتمردين السابقين. هو شيء يتكرر كثيرا في هذه المنطقة، الاغتصاب أسبوعياً، تختلف من منطقة لأخرى، وغالباً ترفض النساء تتكلم خاصة بسبب التقاليد.
تتلس. السلام عليكم. السلام عليكم. من العبد الله تعرضت لجريمة اغتصاب أثناء قيامها بقطف ثمار المانجو، لم تكن بمفردها. 15 عاما. ما الذي حدث لك؟ لم تبح الفتاة بما في قلبها، قالت فقط إنها تعرضت للضرب. ابنة خالتها اغتصبت أيضا في الحادث نفسه، لكنها لم تكن في القرية أثناء زيارة قوات الاتحاد الإفريقي. في هذه الأثناء العقيد فانيل يقابل رجالا من القرية، الاجتماع يترأسه شيخ القرية حسن عبد الله. حس أنا منوديكم لمحلات هلال النزهة كله. نحن هنا كإخوة أفارقة نحاول أن نجد طريقة لمساعدتكم على تحقيق السلام في هذه المنطقة. هذه الأوضاع ليست في دارفور فحسب، فكلنا كشعوب إفريقية شهدنا مواقف مماثلة. هاجموا الناس في جناينهم، اغتصفوا البنات اثنين، وفي راجل كبير سنه معي سوا أو أكبر مني، رقضوا في الوطن وبشتنهم دقوهم دقوا وحددوهم بسلاح. برأيهم من يقف وراء هذه الاعتداءات؟ من يضرب الرجال ويغتصب النساء؟ وهل يعلمون من أي منطقة يأتون؟ بيجوا من أمسيالة. أمسيالة قبل إذا مشيت فوقه أمسيالة، وهم ده ما نقدر نعرفهم. الناس دل جمجويد بس أساكرة لابسين لبس حكومة وهم جمجويد. يجب أن يجتمع رؤساء القبائل مع زعماء دمارات والكبار من أجل بحث هذه المشاكل، فهل هم موافقون على ذلك؟ قعدنا معهم في الفاشل. أيوة نعم قعدنا وقلنا لكن ما يلتزموا، ناسهم متفلتين بجوا بضربوا ناسنا. شارفت زيارتنا على الانتهاء. العقيد فانيل اقترح تنظيم لقاء جديد بين ممثلي القرى العربية والإفريقية. أثناء العودة توقفنا عند قرية نهبت وتم حرقها. سكان كازا يتهمون القبائل العربية بالاعتداء عليهم. العقيد فانيل قرر الذهاب إلى معسكر أم سيالة من أجل تقصي الحقائق. وصلنا إلى تخوم أم سيالة دون موعد سابق مع زعماء القبائل العربية. ستوب. تمام. السلام عليكم. كيف أهلا بك. We just wanted to pass here and just to greet him. قال إحنا جايين من أبو سكين وجينا مارين هنا عشان نسلم عليه وراجعين. So we can go. هل نستطيع التصوير؟ لا، لا يمكن أن نتوقف هنا. هؤلاء هم الجنجويد، غير مرغوب فينا هنا، سنغادر، إنهم سكارى. يمكن أن نذهب. شكرا. قف هنا. السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟ في نهاية المطاف نجح العقيد في مقابلة رؤساء القبائل، إلا أنه لم يكن لدينا الحق في تصوير اللقاء. ولا حتى بكاميرا صغيرة، هم ضد ذلك. ولكننا استمرينا في التصوير، ووصلت إلى مكان اللقاء سيارة تحمل مدفعية متوسطة. العقيد فانيل اعتذر عن الإزعاج. أعتذر مرة أخرى إن كنت قد تسببت في إزعاجكم. ليش يعني رفضتوا من ثورة الشباب؟ لا بس يعني حقيقة السؤال ده ما جاوب لك. قال لكم عنه الناس دين معظم المنظمات بيشيلوا الصور دي، خاصة الناس اللي في عساكر بيشوا بيلفقوها مع صور تانية أنه دي جنجويد، والناس شاهدوا المسألة. هم مين يعني صراحة؟ هم مين؟ هم ما من جي ما جنجويد، يعني الناس إحنا ناس مع الحكومة. مهمتنا هي إرساء السلام هنا وإدارة منطقة مترامية الأطراف، وليس لدينا عدد كاف من الرجال، ولكن لسنا بحاجة إلى جنود في كل مكان. يمكن أن يكون هناك حوار كما فعلت اليوم مع هؤلاء الرجال. الهدف ليس التواجد العسكري، فعبر الحوار يمكننا منع مختلف الأطراف من الدخول إلى أراضي الآخرين. How can we avoid the various parties to enter into each other's territories?
السرية التابعة لجمهورية جنوب إفريقيا تعد من الأكثر تنظيماً في إقليم دارفور على الرغم من ضعف إمكانياتها. عدد قوات الاتحاد الإفريقي 7000 جندي يحاولون في هذه المنطقة الواسعة توفير الأمن للمدنيين، مهمة شبه مستحيلة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج محققون، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.